حياكم الله، أهلا بكم من جديد إلى محطتنا الثالثة تحت شعار الميثاق الثوري للجان المقاومة. تداعت تنسيقيات لجان المقاومة على المستوى الولائي والاتحادي أمس، واحتشدت بضاحية الصحافة في محادة لملمة أشتات هذه القوى بعد أن تعددت لافتاتها وألسنتها التي تتحدث بها، ولم تعد كما كانت على قلب رجل واحد. أبات الشارع يحمل أكثر من شعار لثورة واحدة. بالأمس حاولت هذه القوى ترسل رسالتها للجميع بأنها بعثت من جديد وتوافقت على ما أسمته بالميثاق الثوري لإعادة سلطة الشعب وتشكيل المجلس التشريعي، لكن يبدو أن التباينات داخل هذه القوى الثورية لا زالت تشكل حضورا وقلقا داخل مكونات لجان المقاومة وتنسيقياتها. فهل نحن فعلا أمام مشهد جديد من العمل الثوري؟ ينضم الينا من الخرطوم مشاهدينا الكرام ايمان حسن عبد الرحيم، العضو بلجان مقاومه العباسيه. مرحبا بك ومساء الخير. اهلا ومرحبا بكم، والمجد والخلود لشهداء الثوره الاماجد، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعود الحميد للاسرى والمفقودين، ونتمنى الحريه لكل الوطن ان شاء الله. ميثاق هنا ميثاق هناك، متحدث هنا متحدث هناك، لجان مقاومة لأحياء مختلفة تقدم بيانات مختلفة تدعو إلى مواكب أيضا. بشكل عام أستاذة إيمان، كيف تنظري إلى الوضع داخل هذه اللجان وهذه التنسيقيات لجان المقاومة؟ يعني حقيقة يعني أنا بعتبر أنه الحصل بالنسبة لميثاق الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، يعني أنا بعتبر إن هذه خطوة إيجابية وخطوة متقدمة جدا جدا بالنسبة للوضع الراهن من قبل لجان المقاومة وكل القوى الثورية. نعم، سنأتي لمسألة الميثاق، أنا أتحدث عن الوضع داخل أروقية لجان المقاومة. هل هي على يعني قلب رجل واحد؟ هل لجان المقاومة متفقة فيما بينها على شكل التنسيق من أجل العمل الثوري بشكل موحد؟ هو طبعا في الحته دي نحن نكون امينين، في 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 تجاذب في الكلام ده، وفي في اراء مختلفه يعني. نعم، ودي حاجه يعني شيء طبيعي انا بفتكره، لانه في اراء يعني في ناس عندهم راي مثلا في المقترح بتاع بعض البنود بتاعه الميثاق الثوري لتاسيس سلطه الشعب. نعم، وفي في ناس بتشوف انه يعني مفروض ياخذ فتره اكبر ودراسه اكثر، وعشان ما يقوم يعني يكون على تطبيق اوسع واصح. تمام، في ناس بيقولوا انه احنا المفروض نحن يعني يدونا استشاره، يدونا يستشيرونا وعشان نحن نكون نقعد ناخذ دراسه فيه وكده. وفي بعض البنود في اراء فيها، وعشان كده الناس قالت انها هي دي مسوده قابله للتعديل والتنقيح لقدام. طيب، لكن الهدف من الاساس يعني هو طبعا ما كل الناس اجمعت عليه، لكن غالبية أعضاء لجان المقاومة وبعض الكتل الثورية والأحزاب يعني جزء منها. نعم، و يعني وافقوا عليه. طيب، أنا ليس حديثي عن الميثاق، طبعا سنأتي لمسألة الميثاق إذا كنت تسمعينني يعني أستاذة إيمان. أنا أتحدث عن الوضع داخل هذه اللجان المختلفة، لجان مقاومة الأحياء. نسمع دائما عن متحدث جديد، نسمع دائما عن يعني بيانات، ونسمع أيضا عن وجهات نظر مختلفة لا تعبر عن رؤية واضحة من قبل هذه اللجان المختلفة للأحياء في حتى على مستوى الولايات، يعني عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. هل من الممكن الحديث عن اختراقات من قبل أحزاب، من قبل كيانات، من قبل تحالفات للجان المقاومة؟ يعني الكلام ده حيرجعنا لقبل 3 سنة، بداية السقوط. حقيقة يعني الناس كانت يمكن كان الناس أكثر توافقا وأكثر وحدة من الوضع الراهن. نعم، السبب أنا غايته بعزيه، لأنه في كثير من الاختراقات حصلت بالنسبة للجان المقاومة، وكثير من في 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 سياسة بتاع التخوين وسياسة بتاع إبعاد وإقصاء، وفي سياسه بتاع السيطره، محاوله من الاحزاب انها تسيطر على لجان المقاومه. احزاب بعينها؟
والله طبعا احنا ما حنقدر نسمي، لكن اغلب الاحزاب هي بتحاول تسيطر على رجال المقاومه باعتبار انه يعني بيفتكروا انه يعني هم كل ما سيطروا على عدديه اكبر من رجال المقاومه بيكون عندهم طيب. سيطره على الشارع. استاذه ايمان، في كلام واضح عن انه هناك لجان مقاومه تتبع لاحزاب موجوده، وهناك ما يسمى الان بلجان المقاومه المستقله. هي فعلا في حاجه زي دي. نعم. وبالنسبة لكلمة لجان المقاومة المستقلة دي ظهرت بعد انقلاب 25 أكتوبر، نعم، اللي هي دي طبعا دي نحن عندنا فيها رأي، اللي هي طبعا بتتبع للنظام السابق أغلبها، وعشان كده الناس يعني دي ما يعني ما عندهم تعامل مع في لجان مقاومة معينة بتتبع لبعض الأحزاب، أنا بس ما عايزة أسميها، لكن في دي معروف حاصل. ليه ما بتسمي؟ يعني المشكلة شنو؟ عشان الناس تستنير وتعرف يعني المسألة دي. والله هي ما كلها يعني بتتبع عديل كده للأحزاب، نعم، في جزء منهم داخلي بيكون ما بيتبع للأحزاب. وفي لجان مقاومة يعني ما عندها علاقة بالأحزاب. أنت ما تقدر تقول الكلام ده كله، نعم، نحن لأنه بنسأل يعني، أساسا نحن بنسأل فقط يعني. يلا أنا أوريك. طيب. الداخل لجان المقاومة في أعضاء لجان المقاومة في انتماءات حزبية. بعض أعضاء لجان المقاومة في عندهم انتماءات حزبية. نعم. الانتماءات الحزبية دي بتختلف من لجنة مقاومة لأخرى. نعم، لأنه في حديث واضح أستاذ إيمان عن أنه هناك من يحرك هذه اللجان عبر هذه الأحزاب في الشارع. هو ده فيه ما نعم. كل الأحزاب. طيب. أو ما كل لجان المقاومة ذات بتتحرك عن طريق الأحزاب. تمام؟ ويمكن الدليل يكون واضح، حتى نحن في ايام الفتره الانتقاليه كانت لجان المقاومه متحركه وعندها مطالبات، بالرغم انه كان في سيطره للحريه والتغيير، ويمكن الكلام ده نحن يعني كان الناس عارفاه وشايفاه. لما حصل الانقلاب اول من قام بتتريس الشوارع والسيطره الكامله المدنيه اللي هم لجان المقاومه. طيب، من هي لجان المقاومه الان التي تتحرك في الشارع والتي تسير هذه المواكب التي نتابعها؟ انت ما بتقدر تحددها، لانه اساسا هم مختلفين حسب المناطق وحسب العدديه بتاعتهم، يعني بتلقى مثلا حاج يوسف، بتلقى خرطوم شرق، بتلقى ام درمان، ام درمان الكبرى، بتلقى ام درمان القديمه، بتلقى بحري، فبيتنادوا يعني. يعني انت ما بتقدر تحدد يا تريان هي المسيطره. لجان المقاومه العاديه التي نعرفها ايام الثوره، ام لجان المقاومه المستقله هي من تسير المواكب؟ لا، المستقلة ما بتسير المواقف. طيب، الآن لديكم ميثاق على يعني لجان مقاومة على المستوى الولائي والاتحادي، كان هناك أيضا محاولة للاتفاق على هذا الميثاق، ما الذي تريده لجان المقاومة وتنسيقياتها من هذا الميثاق؟ هو طبعا الهدف من الكلام ده كله أول حاجة إنه لجان المقاومة تتوحد حول رؤية واضحة أو رؤية سياسية واضحة. نعم. عشان تقدر تعبر عن رايه، لانه هي موجوده اساسا في الشارع، موجوده في الساحه السياسيه، تمام، لكن هي ما قادرين الناس تتعامل معاها لانه هم ما موحدين. ده الشيء السبب الاساسي، لانه هم ما خدوا ميثاق واضح او ما خدوا رؤيه واضحه. فالناس كانت ساعيه لانها تعمل حاجه، والحمد لله يعني نوعا ما هسه انا بعتبرها انها دي خطوه، يعني انه كم عمل الميثاق ده كشيء مسود، دي خطوه اولى. يعني بنتمنى انه لقدام الناس تكون يعني اكثر توحدا واكثر تماسكا، والرؤيه ذاتها تكون اكثر وضوح. طيب، هناك استاذه ايمان قوى اخرى ربما لا يستهان بها، رفضت التوقيع على هذا الميثاق، كيف تعلقي؟ طبعا ما هو مطروح. نعم. اي مطروح الميثاق ده لمن يقبل ولمن يرفض، وبرضه ما زالت المساعي مستمره. باعتبار انه يعني الناس كل ما يعني تشوف ليه الرفض ده تم، والناس تقعد تتناقش فيه، اذا كان ممكن يحصل تذليل للصعاب او يشوفوا المعارضه كانت فيها في جزئيه او في او الاسباب اللي ادعت للكلام ده. باعتبار انه عشان الناس كل ما يعني كانت اكثر توحدا واكثر عدديه بتمشي لقدام. طيب، جاء ايضا في الميثاق رفض الوثيقه الدستوريه، رفض ايضا اتفاقيه جوبا. ما هو رد الفعل المتوقع من قبل الحركات المسلحة؟ وطبعا أكيد يعني حاجة زي دي الحركات المسلحة ما حتقبل الكلام ده، بالرغم إن إحنا كلنا بنعرف إنه اتفاقية جوبا دي هي ما بتساوي الحبر اللي كتبت عليه، لأنه أساسا هي ما اتفاقية نابعة من أرض الواقع. والحاصل هسه حاليا في الوضع
السياسي في البلد ده والاقتصادي والدمار ده حاصل نتيجة اتفاقية جوبا. يعني حاليا هسه نحن الآن أغلب الحكام الموجودين أو أغلب الوزراء هو من اتفاقية يعني نتاج لاتفاقية جوبا، وفي فشل في السياسات الاقتصادية وفشل في السياسات الخارجية. يعني هل المسألة متعلقة فقط باتفاقية جوبا من المسألة تراكمات يعني نتيجة لسياسات مختلفة منذ بداية يعني الإنغاز وصولا إلى حكومة الفترة الانتقالية؟ هو طبعا أصلا يعني نحن لو جينا نرجع لورا الكلام حيكون كثير. نعم يعني مسألة التحميل فقط لاتفاقية جوبا يعني نحن كنا بنفتكر أنه أول حاجة هي من أول الإخفاقات أساسا كان ملف السلام وملف الاقتصاد اساسا هو كان حق الشق المدني حسب الوثيقه الدستوريه اللي تم الغاءها بوسط انقلاب 25 اكتوبر. نعم. بقدره قادر حصل انه اتخلت الحكومه المدنيه عن الملفين دي اللي حميتي، وحصل انه الاتفاق تم بعد ذاك اتفاق جوبا ده يعني تم بصوره ذاته يعني ما كان يعني مفهومه كويس. الان الموجود الان على الساحه نتيجه الاتفاقيه بتاعت جوبا دي حاليا انه اساسا هم ما بمثلوا ارض الواقع، والنتيجه انه الناس ممكن تشوف انه هسه في غرب السودان في يعني حروب طاحنه وفي تناحرات قبليه وفي تهميش وفي تهجير وكده، وحس حتى حس في النيل الازرق برضه حصل الكلام ده قريب، ده كله نتيجه اتفاقيه جوبا لان اساسا ما كانت مدروسه وما كانت حقيقيه وما جايه من واقع المعاناة تحت المواطن السوداني في المناطق بتاعت الحروب والتناحر والنزاعات. إيمان حسن عبد الرحيم العضو برجال مقاومة العباسية من خرطوم، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى الختام، أشكركم على طيب المتابعة، تحياتي والفريق العامل، في أمان الله.